الحمد لله والشكر لله. أنا آسف. أنت فين؟ حصلت مشكلة كده ف... كلكم شوية عيال عمركم ما هتتحملوا المسؤولية. اللي بيجري ورا واحدة روسية والتاني اللي نسي كل حاجة وعمال يسبل وداخل في قصة حب. ايه؟ لا يا ناجي باشا معلش، انا حسام مجرد اصدقاء، وحسام بالنسبة لي مش اكتر من صديق. يعني انا لما اخترتكم واحد واحد كان عندي احساس ساعتها ان انا اب بيختار ولاده، معظمكم ما كانش يعرف التاني. انا مش عايزكم تزعلوا مني. طبعا من حق كل واحد انه يكون له حياته الخاصه. انا ما فيش حد في حياتي غيركم، ما فيش. عشان كده لما ازعق بزعل اشخط اشد عليكم، لازم كمان تعرفوا ان انتوا كلكم بالنسبه لي كل حاجه. والله العظيم ثلاثة، انا ما طلعت العمليه دي يا باشا الا عشان بحبك انت. انت حبيبي يا باشا. ما تزعلش مني. انا عمري ما زعل منك. باشا باشا، انا بحبك قوي يا باشا. مين؟ هاوس كيبينج. ثانية واحدة. اجي. ايه ده؟ انت ما سافرتش؟ اما حتة مفاجأة. الورد ده علشاني؟ اما حتة مفاجأة، تعالى اتفضل. الواد ابراهيم الحيوان ربنا يكرمه ضيع علينا الطيارة وخلاها تفوتنا. الظاهر ان انا ليا نصيب اشوفك تاني. ما تتصورش مدى سعادتي. عارف يا ناجي، الصبح لما سلمت عليك ومشيت مش عايزة اقول لك كنت حاسة باكتئاب قد ايه. اديني بقى قاعد على قلبك لغاية ما نمشي. يا سيدي، ده انا ليا الشرف انك تقعد على قلبي. أنا مش عايز أعطلك، أنا عارف إن البروجرام بتاعك طويل، أنا همشي جنبيكي بس مش هفتح بقي. أي حد يسألك ده مين قولي له ده مدير أعمال. العفو، ده أنا اللي أكون مديرة أعمالك. بص بقى يا سيدي، الأول هنطلع على المركز الثقافي الروسي. المركز الثقافي الروسي، آه كويس حلو. يعني في معرض لوحات وعايز أشتري شوية كتب. نص ساعة، تلات أرباع ساعة، مش هنتأخر يعني. لا ما فيش إشكال. بعد كده، بعد ما نخلص المركز الثقافي الروسي هنعدي على الملحقة الثقافية التركية. الملحقة الثقافية التركية، تركوا دول حبيبنا، ده أردوغان ده طلع راجل كده. بعد ما نخلص المشوارين دول هنعدي على جمعية الصداقة الروسية السورية. جمعية الصداقة الروسية السورية. ده يوم من نايل بنيلة بقى. ناجي، كلها مواعيد وارتباطات مهمة. طيب بعد ما نخلص بقى كل ده انا عازمك على مطعم. انما مطعم ايه يعني؟ مطعم ايه؟ مطعم تنظيم القاعدة. هو بيقدم اكل بلهلب مولع نار. لو ليكي في الحراق يعني. بكره بقى انا عارف. لا بكره انت هتيجي معايا الريسبشن بتاع السفارة الامريكية. طبعا. بس لازم اعمل لك تصريح، انت عارف الاجراءات الامنية. هو انت اسمك الثلاثي ايه؟ مش فاكر. اسمع يا حسين، نجيبي عنده حق،
احنا فعلا نسينا نفسنا. احنا جايين في مهمه ولازم تخلص، وبعد ما تخلص المهمه دي انا لسه عندي حاجات كتير جدا لازم اعملها. يعني ايه نضال الكلام ده؟ انت عايزه تنهي اللي بينا؟ اللي ما بينا ما بداش يا حسام عشان ننتهي. انا لسه عندي مشوار طويل جدا اهم مني ومنك، والفلوس اللي انا هاخدها انا عارفه هوديها فين وهعمل بيها ايه. ايوه بس انا مش هسيبك يا نضال، انا هحط ايدي في ايدك وبالفلوس دي نعمل كل اللي احنا عايزينه. يا حسام انت عندك والدك اللي لازم يفرح بيك، وعندك بطولاتك الرياضيه اللي لازم تحققها، انما انا واحده عايشه لوحدي ملهاش حد. انا المكان الوحيد اللي ناسبني في غزه مع الحاج فاطمه. ارجوك يا حسام انسى الموضوع ده. Yes. Nagi Mohammed Atallah. He will be attending the conference with Camelia Sobhi, the UN representative. We want him with any price. What is the name of the hotel he's staying in? He should not leave the embassy by any means. Okay. بعوش شليخاه ودعوت مسامخوت أدم مناخم اخزي برور وشي مبين عليه أخبار مفرحة. أنا هيك إحساسي. اليوم بالليل متأخر نسمع الأخبار المفرحة. وليش ما بتقولي هسا؟ ما بحب عيد كلامي مرتين، وانت بتعرف هلأ بالاجتماع. إذاك هون؟ كان أدم مناخم. يلا خلينا نفوت. سلام. لقينا ناجي عطا الله وعرفنا مكانه، مكان الفلوس كمان. هي إسرائيل يا إيزاك، إسرائيل. هاي الشام دمسقس، هون على الجبل في اوتيل صغير كتير. هون بهذا الاوتيل في حبيبنا ناجي عطالله وشوية ولاد معه. جوات هذا الاوتيل في سويت، جوات هذا السويت في 200 مليون دولار. 200 مليون دولار انسرقوا من الشعب الإسرائيلي، من أموالنا. أكلنا كف قوي كتير لحتى نرجعهم. 500 أسير عربي، مش مهم. كل شيء ممكن يروح إلا الفلوس. والليلة بدنا نرجع الفلوس، وبدي رجع ناجي عطالله وفرقته جثث بصناديق على بلدهم. في رحلة سياحية ترفيهية حتطلع من عندك من الشركة. مش انت عندك مكتب بلبنان ومكتب بالأردن ومكتب بالقاهرة؟ السوريين ولا فور لسوريا أدم مناخهم.
لا 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 نحن ما رح نطلع طبعا كالعادة، في جنسيات تانية رح تطلع، ناس من جنسيات مختلفة، إيرلنديين، طلاينة، أبرصة، يونان، فرنسيين، اتسترا. أوكي إيزاك، أنا شخصيا رح أكون مبسوط كتير إنك وسعيد لو قدرت تجيب لي ناجي عطلة. أوكي؟ Don't forget.